جابوك في الجنة تراك تزيد جاق الجار حوت زيد الجروح جروح وتحرمني من الضحكة وتجبرني على الونة وحبيبي لا تنهت يوم جيت استأذنك بروح دخيل امك وبيك وجع لمن جابوك الجنة تراك تزيد همي هام وتزيد الجروح جروح وتحرمني من الضحكة وتجبرني على الونة. الله غنى هالجفراني الله يا وجعي وجعي وجدي يا تذكرت واحد من قوية جعي محمد الله ودي طروق انا استنى الله يستر من اللي جاب لي في البيت حلق اكرم لحنا الشحم ثم عقباها يحلق لحنا على هونكم يا ليت جارنا عندي صوت ها ها علمانة كتاب اي ايه وين شفت المطبخ لا 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 اي بجنب المطبخ على شو اسمه طاولة فوق حبيبي لا تقهوني من الروح زلة له تبلى ليه نعطيك روحي ومالك العمر كله فيني التسلى ولا غرام الشك ولا الله لا الله لا الله القيد بيدك عقد القيد وغل الشك ولا الله لا الله لا الله تعرف هذه يا شباب يقول يا زين هذه يقول اللي بكى حلم ولا ليل تنغبره نسوني يا احبابي ولا ضاعت اخباري نسوني يا احبابي ولا ضاعت اخباري مدري من اللي من الثاني نفد صبره لا يا زمان من هو البايع من الشاري زمان من هو البايع من صوتي صوتي ما ادري ايش جاي صح قلبي حزين نساك موتك نساك موتك ليت انساني فرحت عدوانك وعدواني ليت الغلا يطغى على حبك يا مرحبا بك عذرك احياني نساك موتك ليت وش طلبك صح اليامي هذه المانع ها جعيز اليان يا هل البترول وش ذنب ابن شايك يوم حيرتوه والمسكين ماشي ما تبونه عندكم في الخط سايك سايق وده يسوق بكم بلاشي لا 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 في واحد من الجماعة يغني ايش يقول؟ يقول
ايش يقول يوم يقول سلك عالي اي هشي والله حلوه بياته انها انها صوت قحطان ايش يقول فيها للعين صار السهر عادة كن يعانى النوم ممنوعي كل ما نامه على مصادة وانا ما نامي على كوعي هي وانك حال العين بدموعي هوياك حال العين بمرادة وانك حال العين بدموعي للعين صار سهر عادة كني عانى النوم هذه وش قصته؟ ايش قصته؟ يوم بس ساري بس 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 ابي يوم ان اللي توفت حرمته يوم يسألون عياله قالوا وين يبا وين أمنا وين أمنا وكل ما يقول أمكم رايحة أمكم رايحة هو ما يبي يقول لهم أنكم أن أمكم ماتت وكتب الأبيات هذه يوم يقول العين صار السهر عادة كني عن النوم ممنوع كل ما نامه على وسادة وأنا منامي على كوعي هي تكحل العين بمرأدة وأنا أكحل العين بدموعي الله 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 ما قدر حتى يقول هذا واحد أيام الشتات وحدة كويتية تهكر جهازه وفزع وتكلموا الناس وفزع له واحد سعودي هكر ورجع حسابه ورجع البيانات للبنت هذه كامل وصارت بعد العلاقة هذه حب وكتبت أبيات انقطع الرجع وكتبت أبيات واشتهرت الأبيات هذه تقول لجيت أسولف على الناس ساعات تفيض من عيني دموع اشتياقه ما كنت أصدق يوم تطويب المسافات بيني وبين اللي خذاني بالباقة كانت علاقة نت وشاشة ونكات ما هي علاقة حب بس يمكن صداقة كانت علاقة غير عن كل العلاقات الله أكبر يا هذيك العلاقة كنت أكره النكات إلا أنت بالذات لا شفت نكك يصير فيني استفاقة وتوب الشاشة وتوقف بيوقات والسيرفس يفداك بنقه ولاقه سبحان من خلاك بالثقل تمثال وسبحان من خلى عيوني شقاوية حتى وانا في ديرتي ويتهيالي كل المناطق في عيوني السعودية لو الكويت تحس لو الكويت تحس وين انت يا الغالي ذبت على خط الشمال النعيرية لو الحسا يقدر كفاي وقبالي كان انقل الحب من الرميثية الله اكبر عاد يقول انه هي من الرميثية على طاري أو القصيدة والسالفة يمكن بعد الجامعة بسنة ما عندي لا شغل ما شغل قاعد آخر الليلة قهوة جاني رسالة مو حتى مستورة قالت يا ولد نسمع الشعراء يكتبون في يكتبون يعني يجيهم أي أحد يطلب منهم قالت أبيك تكتب فيني المهم أنا يعني خليتها منحنى ثاني الوكاد سويت لي أبيات قلت لها بالهوى ما عاد لي في الوطن مجلاس ولا عاد لي فركونها الممحلة حلة أقبل جبين الليل وعانق النسناس وأرجع شريط العمر وأطويه وأفلة خيالي يوردني على قمة الإحساس وظروفي توردني على صافية العلة عزاء حلوق الرجاوي من جفا وقتها يباس وكبار البخوت تموت ما لحق هذا إلا تجاريب ودروس وعلوم نتلج الراس مسويها وايد وخيراتها قل لها فهنية العباد اللي ما زاومهم الهجاس تضحكهم النكتة وتبكيهم الشلة مرابي ديار الحب ما جيتها عساس ولا جيتها عابر ترى جيتي زلة تواري عن عيوني وصدي يا بنت الناس عيون السلوم أسطى من السيف أبو سلة لا تحتلك الضيقة ويقفي بكل وسواس ويملى ضميرك من وساويسه أغله أنا خاف ربي قبل أجي شاعر حساس قصيدي على الملة وروحي على الملة أحث الركائب من رهاوة وقوة باس البيت القصيد الجازل ولا البيت الله سلامتك صح لسانه
اسلم يا ابو ثري. تعشون معنا ازود لكم، ازود اللحم. لا تنشد يا ابو ابو ثقل. ادري بس لا بس انا اخاف ازود مثل الاول ولا يوكل. انا عن نفسي متعشي. انا معك. انا زودت المرة الاولى والله مكبه. لا معك ما بس انت وسالم عاد اذا تبي تحسب حساب الربع عندك. عبود تاكل معك؟ اي بالله. ابو ثري. لا مقلقل لحم. لا مقلقل لا تحسب. ذبحنا اللحم. يبي نبي حميس. قلقل. حميس انا حميسه حميس سوى مقلقل حاطه فيها ماء. احسب حساب واحد بس احنا الباقي. وانا انا بعد ما بواكلك بس عشان خاطر عشان مجيك يعني ما اخليها شبعه. احط لحم ما هو بشبعه. يا رجال زاد اثنين يقلع شرع. اسلم ابو ابراهيم. شنير اسلم. يوم شاعر مع الربع سته هم سته اجانا في شارع القمه في عايض الحربي شدني في بيت واحد يقول بيت من جاز قصيدته يقول انت تبي السج انت تبي السجات والظل والغيد وانا يا بلا جواد ما هو بجو الله يا زين قصيدته زينه عايض الحربي هو شو؟ الحربي زراقي زراقي عتيبي عتيبي زراقي عتيبي من هالحجاز انا رحت انا حربي حربي الاول انت فتحت باب للسالفه انا ما يمكن من اول ما جيتني ما اقول قصيده وسالفه بابيركم الحين مره انا جالس في 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 المجلس في البيت وعندي بنت اخوي مبارك امسي عليها بالخير ابو مسفر اسمها شيخه سميت الوالده واغلى علي من حبه عيني الوكاد وانا ما ادري في الجوال وملتهي ما ادري ايش قالت انفجت عليها قلت فرقي ورات سنه بغت تبكي ما مداها تبكي لاني خامها قامت تضحك المهم سويت ابيات قلت يلا عليك اتكل مع كل حثه مسير النفس من دون سترك بايح نسدها رحمتك عز ومعزه وامتحان كبير ومدتك تغنيني من العالم ومدها ما بين طمعه غنوي وقناعه فقير حظوظي اسوقها وعزومي اشدها والوقت مثل الهنوف اللي زعلها كثير مهما ترضيتها تشح في ودها يا صاحب العرف لا تحرص وخلك شطير والكلمه الطيبه لا جيتنا بدها ارزاقنا عوده سنه دموع الصغير ادنات ما جابوا ادنات ما رد ياهو فالله العظيم انها جايتني الفكره منها يوم بغت تبكي يوم رديتها ترزاقنا عودت كان هدموع الصغير ادنات ما جابوا ادنات ما رد شاعر عندي اشكال فيها والله ما تحضرني الابيات يا اخوي انا مشكلتي مشكله تعجبني الابيات لكني ما احفظ والله اني ادر احفظ لكن يوم اسمع قصيده فوري حصري يا رجل تهزني قصيده تلامس فيني بس ما احفظها بس اني اذكرهم فيها في بيت خابر في القصيده ذيك انه ذيك قصيده ابو فهد يوم يقول شايب في شف ذوده شديد شدوده يطربه شوف كلم لي الشباب شغالين تجاره ما بعد متى ما تهون والله ما دخل انا منها ريال والله العظيم اني مثلك والله ما بعد دخل علي الرابع خلنا بقول يعني لا شيء اي شيء ما يذكر اما بشرط والله ثمن الشيء طلبتي لكن ما كل واحد بيلب اطلبه نعم واحد كلمني طرح السالفه وذا يوم يقول العلاقات ما علاقات قال يا ولد انا بعلمك موضوع والله لا بعد علمت احد قدامك ولا معلم احد غيرك وابغي منك فزعه ما درت شو داهيني به قال يا ولد علم سلامتك كان بيني وبين مستوره علاقه وقدني صامل على العرش الله يقول ولا جاني الا الخبر انها معرشه وراحت يقول خذت لها سنه او سنتين يقول معها بزر يقول جاه الخبر انها طلقت وتجي امها تعلم امها قالت ترى فلانة طلقت وكان بيعرش تراها ويعلمني قال ولا تقبلت الموضوع يقول انا خلاص خلصت لكن ابغيك تبرد كبدي بابيات عاف الخاطر اي قلت وارسل له اربعة ابيات قلت قدرك بصدري كان كنه طمية ومع من عيوني من جميع الغواني وقدرك بصدري كان كنه طمية ومع من عيوني من جميع الغواني واليوم مالك عندنا قابلية ولا لك مكان بين عوج المحاني أخص قدرك يا شبيه العبية واليوم خذ لك صاع مع صاع ثاني قد قال هرا كان زبن الونية ما يشرب العقبات كون الهدان الله يا سلام ويدق ارسلها له فيدق الله وجهك والله انك وردت انت كبير كذا يبغى يحاجي يساوي خاطري هذه يا طويل العمر السلام هذا واحد من عيال مستور نفس الطريقه قال ميدي
نفس الطريقه اني حبله واحده وقفت منه الوكاد قال اكتب ابيك توجد لي يا مسر. قلت على خشم قلت يا وجودي كل ما هبلها واللي البادي وجد من طاحت. طبعا هو جاني يوم جاني رجال ميت تعبان مستهلك الشين. قلت يا وجودي كل ما هبلها واللي البادي وجد من طاحت عزومه والسمات ولا رفعها وونتي ونت مريض كل يوم وهو ينادي ونت من قوها ما في مخلوق نسمعها ومل عيني يوم عيني ما تهنى بالرقادي سقم حالي من ضلوع طاري الفرقة شلعها. أتصبر غير صبري ما هو بصبر المهادي أتحلى بالشجاعة والشجاعة والسنعها كيف بصبر وتسلى كيف أقول الفقد عادي والليالي كل ما قفيت زادت في طمعها حلمي الوردي من بعد حلمي الوردي بعدها حلمي الوردي من بعدها من تقول تحول لرمادي الله أنه لا يحيي ساعة الفقد ووجعها اكسروا قلبي عليها وذبحوني بالمبادي وحرموها من قصيدي وحرموني من دلعها. اكسروا قلبي عليها وذبحوني بالمبادي وحرموها من قصيدي وحرموني من دلعها. اي ما شاء الله تبارك الله. وهذا واحد من العيال وزنه ظني 200 الوكاد وجاء بيني وبينه اشكاليه في الجامعه. المهم انا من عادتي لا من اقطع على الرجال ارمي بهده لا قريب من اخوياي 200 هذا ما يناطح وانت تخبرون صدري وسيع انا. الوكاد قلت يا ترى حراك لا تخليني اخربها معك وانا اقدر. والرجال سمين قام جاء بعدها باسبوع لي يرسل لي تعذر مني. هذا اسمه ماجد بن ناصر المطوع الكعدي العاطفي ومسي عليه بالخير. الوكاد طبعا شوهت سمعته وزن 200 الوكاد يوم جاء عقبه فرسل لي لا اضعف عقبك اي سوق اسمعت الله ما ظل. الوكاد ارسل لي عقبها جات القصيده طبعا بنيت القصيده على وزنه. قلت يا رفيقي خلني مستفرد بافكاري انا من بعض الامور استلطفك واحنك المهبل كل يوم وليلها سماري والعلوم اللي تقول لا تغير ظنك السوالف طبعها ما هزت استقراري خل عاد الكلمه اللي ما تثمن عنك وان حصل منك خطا والعذر جاله طاري والله نعذرك يجمل وانها اسمن منك والله نعذرك يجمل وانها اسمن منك نعذرك يجمل وانها اسمن والله انا اللي الصيف ابها توصيني على الكتم بعتك العام صعبة ذا الزمان اشترك ما اقدر اقول لك شيء داري انك بترجع ارفع ليله من زمان لو تجيني تبوسه دار قلبي بجيك يوم عمرك تعدى 10 فوق الثمان روح دورها بلن قاعد تخبطت اللحم أما أنا كل يوم أرتاح لي في مكان أتفرج مع العالم أتفرج مع الجمهور واضحك علي جعلك افدى حبيب كانها الخزران واحد عاضني به ولي الكون فيك واحد من عرفته يلا هالمستعان حالف اني ما عاد رد نفسك واحد من عرفته يا الله المستعان حالف اني ما عاد ارد نفسك يا جفران لا جفران لحن جفران فلاح يقول لا توصي فلان ذاك العام صغير امرا قال لي يوم وشوش شعره ولا منشدة وشوش ها اي خير اي خير اي خير العظيم يا جفران هم غنيها قبل مرتين غناها اول شيء صوت قحطان في البومة حق ابن شاي هم عقبها غناها الجفراني هم عقبها غناها فلاح بجيب لحن فلاح انا سمعته وعرفت بصوت يا اخوي سجل مع الهجوس غناها راشد الماجد وغناها وشالها صالح اليامي لا بس الجفراني غناها راشد الماجد حتى اذكر وقفته راشد الماجد غنى لسعد بن جدران ايوه سعد بن جدران سمح للفنانين والمنشدين جميع قصايده البارحه يوم الخلايق نياما جريت من زود العريق مول يا ولد تسجيني يا الحمدي ابو عوض والله يناسبك هذا اللحن
اوهو انت تقول يوم بارك مدغم بجي العشرة اللي على طول المر سامرين يا رب خلو ممركم عود موزن في علو وثمر حب مثل العباد وانفس المؤمنين أخرها ما أمر وشرها ما استقر تقول مزيون وأشباهك ما هم بربعين تقول مزيون وأشباهك ما هم بربعين أشباهك اثنين يما شمس ولا قمر أشباهك اثنين يما شمس ولا قمر. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعدها منك المال ومن هالعيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفودة والثمامة. باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك، أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدامي لك أو للي تعز عليك. نعرف وقتك ونقدر قيمته ونعرف احتياجك ونلبيه. احجز موعدك ولا تجيب معك شيء، لأن المركز عنده كل شيء. احجز مواعيدك على مدار الساعة في مركز أقدامي. التمرين اللي إصابته كايدة عندنا تبرة، شد بوتك وخلك مدافع ما يعرف طعم الهزيمة. احجز باقة التدليك في مركز أقدام. شركة حذاقة للمحذاقة أولها وايش؟ محتاجين سد. توفى شاعرها؟ لا ما توفى، لا ما توفى، إلا توفى شاعر. نذكر فعايلنا ومحرم وحايلنا يالله برزق ما لحد فيه منه ينسي المحتاج وش كان محتاج. يالله شقنا محتاج يالله برزق لو على ظهر دنا يبي له ناقة ذا يا روحت ليامي وني يا هني يا واحسب تجري وميلات فرحة الغالي لي يا شاف غالي يا شوفت على طول ما يجيب الضغط ولا الحساسية غير شوف الزين كل ما قفيت ناداني تعال كل ما قفيت على الجنب الرحيل الحقيقة غدت مثل الخير راح راح يدرك يا دمعص اوه كهربية صحيت جمره وذاب شمعي والسكر قلبي حزين وصح نفسي حزين نعرف اللحن بس ما تطلع علينا بعض الاحيان جيبوها هذول المطروقه اتركوها يجي ادور بندور بندور ترى فيها اشياء والله فيها اشياء بس ما ادري وش هذه طول الوقت ما تكسر خطا اطلع 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 ليل الهجاد من اللي عرفها قلنا ليل الهجاد لمقاهي مسرى غير حزني وهمي والجروح تقدر
اقرا اتعب الوقت حالي فسنين العضايا يا لا لا ما الحلم واحلى يقدم ارحم اللي حاله من الشوق باري مدامع عاشقية حذيت عيوني من أسباب انتظاري وانت يا لا 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 يا ليل وش قد يا ليل وش قد ذاك من صوبي اشقيتني يا ليل بالمسرى اشنا بديرة واضح بديرة الله يجيب لي يا ليل لولا جملة أحبابي ما قلت علي قمر مسرى أسلم ديرة وأمسي بديرة الله يجيب لي به الخيرة من دون خير من